فقال نعم هل تسمعني؟ ما جاء في جريدة الصباح شبه الرسمية. نعم أكمل. نعم صوتك واضح. ما جاء في جريدة الصباح شبه الرسمية، هذه الصحيفة تحدثت عن رئيس الحكومة العراقية محمد الشياع السوداني، وهو يطلق حملة كبرى للإعانة الاجتماعية والرعاية للفقراء والعوائل المتعففة داخل العراق، وأيضا جاء على لسان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وهو الذي أيضا بدوره أطلق هذه الحملة، وهذه الحملة شملت تقريبا أكثر من 3.5 ملايين متقدم بالحملة، وتقريبا 3.7 ملايين متقدم بالحماية الاجتماعية، واستبعدوا 300,000 من خلال المنصة الإلكترونية بسبب اعتبارهم أما موظفين أو غير مشمولين بهذه يعني بهذه المساعدة للفقراء. وجاءت أيضا على 50 قضاء وناحية داخل يعني داخل العراق، وهي هذه الأقضية الأشد فقرا. يعني هذه الحملة بطبيعة الحال يوم أمس نزل ميدانيا وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي إلى مناطق داخل العاصمة بغداد، وقام بيده بتوزيع المساعدات والمكافآت المالية على الفقراء، وأيضا وعدهم بتحسين أحوالهم خلال هذه الحكومة. وأيضا من خلال البقالة الذي جاء في جريدة الصباح، وهو يتحدث عن برنامج الحكومي والذي كان باسم إحنا بخدمتكم، وهذا ما يدلل على أن السوداني هو متوجه نحو مساعدة الفقراء والقضاء على الفقر، خصوصا في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمة المالية التي يعانيها العراق. وأيضا جريدة الصباح سلطت الضوء على أن البرلمان يدفع باتجاه تعديل سلم الرواتب، هنالك مساعي من اللجنة المالية داخل مجلس النواب العراقي إلى تعديل رواتب الموظفين، وأيضا تشريع قانون يقضي إلى مناصفة جميع الموظفين بحسب درجاتهم الوظيفية وأيضا مناصبهم. ستكون هنالك مساعي في الأيام المقبلة من قبل اللجنة المالية لتشريع هذا القانون الذي يحمي جميع حقوق ومستحقات الموظفين. يعني بطبيعة الحال جريدة المواطن سلطت الضوء على موضوع انتخاب مجالس المحافظات العراق، كما قال رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني، وهو مقبل على انتخابات لمجالس المحافظات في شهر 10 من السنة الحالية. هذه الانتخابات ربما هنالك إرادة سياسية حسب المقال، لكن بطبيعة الحال الاختلاف هو على قانون أو صيغة قانون الانتخابات. هذه الصيغة هي كانت مختلف عليها سابقا ما بين المحتجين الذين خرجوا في عام 2019 وهم طالبوا بإنهاء وإلغاء عمل مجالس المحافظات، لكن الإرادة السياسية هي من عادت الانتخابات وأيضا صوتت على هذه الانتخابات. بطبيعة الحال الصراع ما بين الكتل السياسية على قانون، هل الانتخابات تجرى على قانون سانت ليغو أو أم على قانون الدوائر المتعددة، هنالك شقين ما بين القانونين. هنالك جزء من الكتل السياسية هي تنادي بقانون سانت ليغو، وهذا القانون هو معمول به منذ العام 2003، لكن الاحتجاجات الأخيرة ما أطاحت بهذا القانون وألغي، وجاء قانون آخر وهو قانون الدوائر المتعددة، والتي كانت عليها الانتخابات التشريعية الاتحادية الأخيرة البرلمانية على قانون الدوائر المتعددة. فهذا الصراع وهو ما سلطت عليه جريدة المواطن. أما إذا نتحدث على الصحف التي صدرت اليوم في محيط البلدان العربية، جريدة الشرق الأوسط سلطت الضوء على موضوع موازنة العراق لا تزال تنتظر الموافقات والتسويات، معضلة الموازنة وهي معضلة يعني قديمة جديدة، خصوصا بعد انتهاء عطلة البرلمانيين من الفصل التشريعي الحالي وعقد جلسته، وأيضا اليوم
هنالك جلسة أخرى، لكن المقال الذي جاء في جريدة الشرق الأوسط تحدث عن ربما تسويات، خصوصا بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني الأخيرة إلى بغداد مع الوفد الحكومي المرافق له. هنالك ربما قد تكون اتفاقات، لكن بطبيعة الحال تسلط الجريدة الضوء على الخلافات الداخلية ما بين الأحزاب الكردية وأيضا القوى السياسية وحكومة بغداد. هذا الخلاف هو ما عرقل بحسب الجريدة عملية تمرير الموازنة وإقرارها بأسرع وقت ممكن. وأيضا هذا المقال وهو ما يتوقع بحسب الكاتب هنالك ربما تأخير لأشهر قادمة بسبب هذه الخلافات، ولم تكن هذه التسويات إلا بموافقة الأحزاب الكردية وأيضا الأحزاب المتمثلة بالسنية والشيعية والتابعة إلى المكونات الأخرى. مسألة الموازنة أيضا هنالك انتقادات من قبل الأصوات المجتمعية والسياسية بخصوص عدم مناقشتها من مجلس النواب العراقي وهو في فصله التشريعي الجديد، وأيضا هنالك جلسة اليوم كما ذكرت، لكن مجلس النواب لم يتطرق لموضوعة الموازنة في ظل يعني العراق يمر بأزمة مالية كبيرة على المستوى مستوى الدولة وأيضا على مستوى المواطن العراقي الذي يدعو بشكل يومي، وأيضا يتذمر من قضية عدم إقرار الموازنة، وأيضا موضوع الموازنة تعليقا منا عليها، وهي تتحدث أو وهي تتضمن فرص عمل للموظفين، وهنالك ربما عقود وأجراء يوميين، وهم يوميا يخرجون في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية يطالبون بتعيينهم وتثبيتهم، وهذا التثبيت والتعيين لم يأتي إلا بتمرير الموازنة. ننتقل إلى نعم أستاذ فقار، لو ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط نعم. التي عنونت رئيس الوزراء العراقي نحن بحاجة إلى بقاء القوات الأمريكية في البلاد، برأيك ما مفاد الرسالة التي يريد إرسالها اليوم محمد شياع السوداني؟ هل هذه التصريحات أتت بعد زيارته لألمانيا أم أنها موجهة لأحد الأطراف الغربية؟ نعم، يعني هذا الموضوع أخذ صدى كبير داخل الصحافة العربية وأيضا الغربية، تحدثت عنه جريدة الشرق الأوسط وجريدة الأخبار اللبنانية وأيضا جريدة النهار وغيرها من الصحف، وهو نقلا عن جريدة جورنال وول ستريت. فبطبيعة الحال هذا الموضوع جاء ليؤكد السوداني على زيارة مرتقبة إلى واشنطن وربما لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن الأصداء لهذه الزيارة وأيضا لزيارة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى ألمانيا لاقت استحسانا وتفاؤلا كبيرا من قبل الأوساط السياسية وأيضا الأوساط الشعبية، لا سيما بعد تعاقده مع شركة سيمنز للطاقة وإجراء بعض الحوارات التفاوضية لجذب شركات عالمية للعمل داخل العراق. أما إذا نأخذ زاوية القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الذي تحدث عنها السوداني، بطبيعة الحال هنالك الكثير من القوى السياسية وهي تتفق على أن بقاء القوات الأمريكية لغرض الاستشارة والتدريب وأيضا لغرض محاربة تنظيم داعش الإرهابي ضرورة مهمة، وأيضا حكومة السودان تحدثت في أكثر من مناسبة لهذه القوات وبقائها على داخل الأراضي العراقية من خلال القواعد العسكرية وأيضا من خلال وجودها في المعسكرات للقوات الأمنية العراقية لغرض الاستشارة والتدريب. يعني بطبيعة الحال السوداني وهو يتوجه ربما في الأيام المقبلة بحسب الصحف المحلية وأيضا بحسب المقربين من رئيس الحكومة لإجراء زيارة مع واشنطن، هنالك ربما اختلاف في المعادلات الدولية وحتى الإقليمية. حكومة السوداني الجميع يعرف أنها مدعومة من الإطار التنسيقي الشيعي، وهو هذا الإطار وهو معروف
رفضه للمحور الأمريكي، ودائما ما ربما ينتقد هذا المحور ويعتدي بالصواريخ الكوتيوشي على هذا المحور، محور الأمريكي، من خلال سفاراتها وملحقاتها الموجودة في العراق. لكن بعد تشكيل الحكومة هنالك اختلاف كبير، وأيضا ما سلطت عليه جريدة الشرق الأوسط وصحف عالمية، ومعهد واشنطن سلط الضوء على موضوع تراخي أو تلاشي صوت المقاومة. بالمقابل هنالك اتفاقات قد تكون برغماتية ما بين يعني محور المقاومة، حكومة السودان على وجه التحديد، وأيضا الإدارة الأمريكية. فهذه الزيارة تأتي لتقارب وجهات النظر ما بين الحكومة الحالية والإدارة الأمريكية، وربما ستنعكس إيجابا على الوضع الأمني داخل العراق. الجميع يعرف أن المحافظات المحررة وتحديدا في شمال وغرب البلاد هنالك هجمات لتنظيم داعش الإرهابي بين الفينة والأخرى. نعم، لو ننتقل إلى صحيفة العرب اللندنية التي عنونت برلماني كردي يطالب بالتحقيق في استخدام النظام التركي للأسلحة الكيماوية في إقليم كردستان. يعني في ظل صمت الحكومة العراقية تجاه ما يحصل في إقليم كردستان، كيف تفسرون هذا الصمت من قبل الحكومة؟ بطبيعة الحال هنالك صحف محلية تسلط بشكل مستمر، وأيضا وسائل إعلام عراقية على مخاطر وآثار استخدام النظام التركي للأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية، على سواء كان على عناصر في حزب العمال الكردستاني وأيضا على المدنيين وعلى الأراضي في إقليم كردستان. بطبيعة الحال دائما ما تنذر وتحذر بخطر هذه الأسلحة المحرمة دوليا والمحظورة في استخدامها داخل الأراضي العراقية، وهنالك انتقادات مستمرة لحكومة السوداني بعدم يعني بعدم التحرك اتجاه تلك المخاطر وتلك الهجمات التي يشنها النظام التركي على المدنيين داخل العراق. لكن هنالك يعني مصادر تحدثت لنا قبل أيام عن قيام يعني السوداني بتوكيل مستشارين وأيضا وفد رفيع المستوى من الجانب العراقي ليزور تركيا مرة أخرى لمناقشة ملف الاعتداءات على العراق، الاعتداءات العسكرية وأيضا الاعتداءات على حصة العراق المائية، وربما ستكون هنالك اتفاقات. لكن بطبيعة الحال مسألة السلاح الكيميائي كما تحدث لنا قبل أيام الناطق الرسمي، الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، عن قيام هذه عن تشكيل لجنة، ربما هذه اللجنة هي ستقف على آخر المجريات وهل استخدمت تركيا لهذا السلاح. لكن بطبيعة الحال هنالك صمت حكومي اتجاه تلك المخاطر التي تهدد المدنيين وأيضا تهدد جغرافية إقليم كردستان بشكل عام من التربة وأيضا من الأشجار بسبب وجود هذا السلاح المحظور دوليا والتي ربما استخدمه النظام التركي خلال هجماته الأخيرة على إقليم كردستان. نعم، بجواب مختصر نظرا لنفاد الوقت، يعني بجواب مختصر لو سمحت فقار، توقيع اتفاقية العراق مع شركة سينس الألمانية، برأيك هل ستؤثر هذه الاتفاقية على العلاقة مع الولايات المتحدة، علما بأن هذه الشركة منافسة لشركة جنرال الأمريكية؟ نعم، جريدة الفرات العراقية سلطت الضوء على هذا الموضوع بعنوان بموافقة أمريكية، رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يزور ألمانيا، ويتحدث هذا المقال المطول عن هذه الزيارة وتداعيات هذه الزيارة وكيفية اتفاق السوداني مع واشنطن. والكل يعرف في السنوات السابقة هنالك صراع مرير ما بين الشركتين، شركة سيمز واتفاقها مع الجانب العراقي، وأيضا اعتبرت على جانب آخر وربما جانب الشركة جنرال الكتريك الأمريكية، وهي أيضا مهتمة بمجال الطاقة والكهرباء. بطبيعة الحال الجميع من السياسيين العراقيين وأيضا حتى الشعب العراقي يعرف
أن شركة جنرال الكتريك الأمريكية هنالك ربما اتفاقات مبرمة، لكن ليس الخلل في هذه الشركة وإنما بالوزارات المتعاقبة على إدارة ملف الكهرباء، وأيضا هنالك فساد مستشري داخل الوزارة وداخل التعاقدات. لكن بطبيعة الحال الوضع الراهن هو ما مهد واستدعى من السوداني الذهاب إلى ألمانيا لعقد شراكة جديدة مع شركة سيمنز الألمانية بسبب ربما مواجهة إيران وقطع الغاز وإمداد العراق بالغاز حسب الاتفاقية الموقع عليها ما بين بغداد وطهران. لكن بطبيعة الحال هنالك ربما تراضي إذا صح التعبير ما بين العراق وأمريكا، أقصد الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية بشأن تمرير شركة سيمنز. لكن بطبيعة الحال وحسب المقال الذي جاء في جريدة الفرات وهو يتحدث عن قضية زيارة السوداني إلى واشنطن ستذوب كل هذه الاحتقانات التي قد تكون بسبب التوجه إلى ألمانيا. لكن الأصداء داخل العراق بخصوص تعاقده مع شركة سيمنز، وهي تقول إن العراق توجه بشكل إيجابي خصوصاً في حل معضلة الكهرباء الذي يعاني منها المواطن العراقي منذ العام 2003. بالنتيجة الإدارة الأمريكية ربما ستكون متفقة مع السوداني على ملفات أخرى أهم. نعم، سأكتفي بهذا القدر، أشكرك على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من بغداد فقار فاضل مراسل اليوم، شكرا جزيلا لك.